في المطبخ احنا هنعمل لكم الكبده الاسكندراني. عندنا فلفل وعندنا ليمون وعندنا نص كبده وعندنا زيت بس ما تكتروش، وعندنا اهو عندنا ثوم وعندنا وحده ملح وحطينا عليها شويه ملح معانا كيس توابل. احنا حطينا الزيت على النار يسخن شويه. طبعا بحط الكبده وبقلبها اهو تاخد لون شويه اهو كده، نعملها كده. بعد ما تاخد اللون شويه هنحط الفلفل. ادينا بحط الفلفل كده، خلصت حط الفلفل بقلبه، اسيب الفلفل يستوى معاه شويه. نسيب الفلفل اللي لونه جميل وبعد كده اخليه يستوى، وبعد كده انزل بالثوم والمرقه مع بعض وانزل واقلبهم كويس كده. هنوطي عليها النار شويه، نقلب وهي الكبدة استوت معانا. ونرسل الليمون اهو، الليمونة نعصرها جامد، نعصرها ونقلب. واحنا بنعصرها لازم نقلب والفلفل والكبدة استووا مع بعض. وهنزل بالتوابل وانزل واقلب جامد اهو. الكبده طلعت ريحتها وما تنسوش تحطوا الليمون في الاخر. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتزعلوا زر التنبيهات. هنزل الكبده من على النار واوريها لكم. وهي الكبده خلصناها، نزلناها من على النار وحطيناها في طبق وبالهنا والشفا. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وشير كتير كتير كتير. باي باي.